الأخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات ناتالي المرمشة للصيف والمخرج سيمون مصور. العناوين: تحقيقات المرفأ وضعت في مسار جديد، والنقيب جريج يقول إن قرار القاضي بيطار يشكل أول دفعة معنوية. من مصلحة القضاء بالدرجة الأولى أن ينتج التحقيق تطورا نوعيا من قبيل الادعاء على مسؤولي الصف الأول. لا حركة واعدة في الملف الحكومي، والتيار الوطني الحر يكرر دعوته للرئيس المكلف بالعودة إلى لبنان. القطاع الصحي بين متحور دلتا وانقطاع التيار الكهربائي، استهداف خطين ناقلين للكهرباء وخمسة أبراج للطاقة في العراق. هل سترفع الحصانات النيابية وتعطى الأذونات لاستكمال التحقيقات في أكبر وأبشع جريمة بحق الشعب اللبناني، جريمة تفجير مرفأ بيروت؟ الأيام المقبلة كفيلة بأن تحمل الجواب. على أي حال، الحصانات لا يجب أن ترفع فقط عن النواب المطلوبين للتحقيق، بل عن نواب الأمة كافة، وذلك لتورطهم في أكبر وأبشع جريمة بحق الشعب اللبناني، ألا وهي تجويعه وتهجيره وإذلاله. وهذا الجواب لن يأتي إلا عبر صناديق الاقتراع. صحيا، وبعد ثبوت دلتا ودخولها وكي لا يسبق السيف العذل، واحتواء للوباء الذي يهدد بمتحور أكثر فتكا وأسرع انتشارا وانتقالا، يقتضي ضبط المطار أولا، والواقع لا يبشر بالخير، ورصد الوافدين ثانيا وتتبع المصابين منهم، والواقع ينذر بالأسوأ. تحقيقات المرفأ وضعت في مسار جديد، يترقب فيها قاضي التحقيق طارق البطار الحصول على رفع حصانات نيابية وأذونات لاستكمال استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس والنائب نهاد المشنوق إلى عدد آخر من القاضى العسكريين والمسؤولين الأمنيين. نائب رئيس حزب الكتائب النقيب جورج جريج نوه بقرار القاضي بطار، مشيرا في حديث إلى اليوم السابع من صوت لبنان إلى أنه يشكل أول دفعة معنوية يجب استكمالها بالقرار الظني وصولا إلى مسار استقلالية القضاء. من مصلحة القضاء بالدرجة الأولى أن ينتج التحقيق تطورا نوعيا من قبيل الادعاء على مسؤولي الصف الأول، والادعاء لا يعني الاتهام، لكن الادعاء يعني أن القضاء بخير، أن القاضي لا يضعف تحت أي ضغط سياسي، أن القضاء قادر أن يطال أي مسؤول بمن فيه النواب ووزراء ورؤساء، هذا يعني أن لا خيمة سياسية فوق رأس أحد. مسار قانوني للقاضي بطار يؤكد صوابية مسار سوان. مروان الأدوم: في تطور ملفت وجديد على صعيد التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، طلب القاضي طارق البطار من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم، وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل. كما طلب الأزمة من نقابة المحامين في طرابلس لملاحقة الوزير السابق يوسف فنيانوس ومن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للإدعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبة، ومن الداخلية لملاحقة اللواء عباس إبراهيم، ومن وزارة الدفاع لملاحقة العماد جان قهوجي وضابطين آخرين. وأتت هذه الطلبات برفع الحصانة وأذونات الملاحقة في إطار تصحيح الادعاء المقام من المحقق العدلي السابق فادي صوان، كما أكد رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية بول مرقص. القاضي بطار إجا يعزز المسار القضائي اللي كان بلش فيه القاضي صوان، وأثبت أنه هذه الاستجوابات المطلوبة تطول الأشخاص نفسهم تقريبا يلي كان استدعاهم القاضي صوان، لبل أنه وسع القاضي بطار مروحة هذه الاستدعاءات وصار في تنوع أكبر من حيث أنها شملت عدد أكبر من الأمنيين، وربما في القريب من الأيام ستشمل أيضا أشخاصا آخرين ولن تتوقف هنا.
وبالتالي هو أكد اللي عمله القاضي صوان. مرقس أكد أن لا شوائب في طلب رفع الحصانة، وعلى المعنيين التجاوب مع طلب المحقق العدلي، وإلا نقترب من الشك المباشر بالمعرقلين. هالمرة عدم رفع الحصانة بيفضح أكثر السلطة السياسية، وبالتالي أعتقد أنها ستصبح محرجة في عدم التعاون مع المحقق العدلي الجديد هذه المرة. بالنسبة للحصانة النيابية، طلب الإذن بيكون تقدم وبيتقدم بعد وزارة العدل على مكتب رئيس المجلس النيابي اللي بيدعي هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لجلسة مشتركة بيدرسوا الطلب، وعلى هالهيئة المشتركة تقديم تقرير بشأن الطلب بمهلة أقصاها أسبوعين، وإذا ما تقدمت هالهيئة بتقرير بالمهلة المذكورة على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس بأول جلسة بيعقدها، والمجلس بحق له يقرر منح الهيئة هاي المشتركة مهلة إضافية إذا تطلب الأمر، وبيباشر المجلس إذ ذاك ببحث طلب رفع الحصانة، بيضل يناقش بهذا الموضوع حتى ينتهي منه وبياخد القرار بالأكثرية النسبية. كما فادي صوان كما طارق البطار، بالرغم من صوابية وقانونية طلبه إلى أن السياسة سوف تتحرك ابتداء من الاثنين من أجل سني القاضي عن المحظورات في لبنان في ظل طبقة سياسية تدافع عن إجرام بعضها البعض. مروان قدوم، صوت لبنان. في الملف الحكومي لم تسجل أي حركة توحي بإعادة وصل من قطع في الاتصالات لإعادة تفعيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، والجمود يسيطر على كل المواقع. التيار الوطني الحر دعا الرئيس المكلف للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤولياته بالإسراع بتأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح، ونبه من أي مخططات سياسية إقليمية لدخول الشمال أمنيا أو أي منطقة أخرى، وشجع على المبادرات الاستثمارية غير المشروطة التي تصب في مصلحة لبنان على غرار استعداد الشركات الروسية. النائب فادي عليمي أكد لليوم السابع على استمرار مبادرة الرئيس نبيه بري. كان الرئيس بري واضح لما قال هو منفتح على المبادرات الثانية، بس نحن اليوم ما في غير مبادرة الرئيس بري وانقطع الشوط فيها، وإذا هي بس المشكل رح يكون وبعده قصة تسمية الوزيرين، وهون الشغل بده يصير عليه، بس الرئيس بري مكمل بمبادرته وما في أي مبادرة تانية اليوم، ما في خيار تاني. نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش لم يحسم الاتجاهات في خيارات الحريري من الملف الحكومي، وقال لصوت لبنان: يبدو أن العقبة الوحيدة أمام تأليف حكومة اسمها فريق رئيس الجمهورية، ليبدو أنه بهالطريقة هذه عم ينفذ القرارات أو الرغبات الخارجية مقابل الوفاء لبناني. أنا ما بعرف هالسيناريو هذا ولا سمعت فيه، ولكن بالنهاية القرار يبقى به الشعب الحريري إذا بده يعطي زر ولا لا. وإلى تغريدة اليوم. غرد النائب هادي حبيش عبر تويتر كاتبا: ولا يا فخامة الرئيس، القصة مش بتوقف الكلمة، القصة بمصير شعب عم بيموت، ولا صاروا 7 مرضى خلال يومين مراجعين بدواء مزمن مفقود، وإذا ما أخدوه مصيرون الموت، ولا إذا ما بدكن تعملوا شي أشرف لنا كلنا نفل. مفاعيل لقاء الفاتيكان ستكون محور متابعة بعد عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى لبنان، والذي سيعيد إطلاق المشاورات مع مختلف الأفرقاء لتفعيل مساعي تشكيل الحكومة. وفي روما أكد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر خلال لقائه وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بارولين على دور الكرسي الرسولي في الدفع باتجاه تشكيل حكومة بأسرع وقت، ووضع الكاردينال في صورة معاناة المواطن بسبب تردي الأوضاع المالية والاقتصادية، مؤكدا أن سياسة العقوبات المتبعة تجاه لبنان وسوريا تطال بالدرجة الأولى الشعب الذي يقاسي في لقمة
العيش، ودعا البطريرك إلى تكثيف الجهود للوصول إلى رفع الحصار الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى قضية مطراني حلب بولس يازجي ويوحنا إبراهيم المخطوفين. وأكد الكاردينال من جهته أن الكرسي الرسولي يدفع بكل قوته لإنقاذ لبنان ولتثبيت الحضور المسيحي في الشرق وأحلال السلام في المنطقة. راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله وصف اللقاء مع قداسة البابا بأنه كان وقفة صلاة وحمل مشروع سلام، وقال لليوم السابع: عم بيقول لهم تحملوا مسؤولياتكم، وحسب مسؤولياتكم بدكم توجدوا حلول عاجلة ومستقرة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تتذكروا أنه لا سلام بدون عدل. وعمل لقاء لكل المسؤولين بالعالم بيقول لهم بدنا نجدد التزامنا ببناء مستقبل معا، بناء مستقبل للبنان يلي بدنا نعتنق طريق السلام. حملوا مسؤولية كبيرة، وما داعي السياسيين لروما، لأنه بيعتبر أنه في خطوات لازم يقوموا فيها السياسيين تيرجعوا يدعيهم لعندهم. فوضى المطار بعد الفاصل. أي برنامج مطلوب من المعارضة للوصول إلى التغيير المنشود؟ وهل من تبدل حاصل في الموقف الدولي من الأزمة اللبنانية؟ الجواب مع الدكتورة منى فياض في كواليس الأحد 9:30 صباحاً، وفي إعادة 9:30 مساءً. إعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان. على رغم الأزمات المتفاقمة في لبنان، يشهد مطار رفيق الحريري الدولي إقبالاً كثيفاً من المغتربين والسياح. هذا مفروض أن يكون مؤشراً إيجابياً، ولكن فوضى المطار لا تبشر بالخير. والصورة نقلتها لإذاعتنا إحدى المسافرات. أنا مواطنة جيت مبارح على مطار لبنان وجدة، بالمطار عم بيصير في إجرام بحق كل لبناني موجود. إذا بتشوفوا كيف عم نعمل PCR شيء ما بيتصدق. أول شيء الشخص اللي عم بيعطينا التوب عم بيكتب بالقلم بإيده اسم الإنسان ورقم التليفون، بيعطينا التوب من إنسان لإنسان. يعني إذا اللي قبلي سلموا التوب هو معه الوبا، لقطوا منه رجع عطاني أنا التوب تبعي صار معي الوبا، هيدي بعدها مرحومة. قدام ما نروح نقعد على الكرسي مثل الغنم، ذات الكرسي واحد بيقوم وواحد بيقعد، بيطلبوا منا نرجع راسنا، إيدينا منحطه على الكراسي طبعا لانه بدك ترجع راسك حتى ياخده، بس تقعد ايد اليمين وايد الشمال عم بيجوا محل على ذات الكرسي، لا بيطهروا الكرسي، لا بيغيروا الكفوف، لا بيشيلوا المريول. رئيس قسم العناية المركزية والأمراض الجرثومية في مستشفى الروم الدكتور جورج جوفاليكيان تحدث لليوم السابع من صوت لبنان عن مخاطر الدلتا، مشيرا الى انها تطال صغار السن. الدلتا بحد ذاتها عند عدة خصائص، هذول خصائص كتير فريدين للدلتا. انه اولا سرعة الانتشار وسرعة الانتقال، يعني الدلتا هي فيروس كوفيد انتقاله اسرع بدرجات الانتقال الفيروسات الاخرى من الكورونا، لدرجة انه في دراسة بتقول انه اذا انت تعرضت لشخص عنده الدلتا بكفة التعرض لفترة 5 إلى 10 ثواني لحتى تلقط الفيروس. اذا كانت البلس ممكن تكون مأزية أكثر من ناحية التعرض لاشتراكات عند المصاب. رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أشار إلى أن المتحور الهندي يقلق العالم، والصحة العالمية دعت إلى اتخاذ الحيطة والحذر لأنه سريع الانتشار ومتواجد بأكثر من 100 دولة ومنها لبنان. في المقابل حذر مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس أبيض عبر تويتر من أن مصدر القلق الرئيسي لمعظم المستشفيات في لبنان الآن هو الكهرباء التي بدونها لا يمكن تشغيل المعدات الطبية، إذ لا يمكن للمولدات القديمة الاستمرار في العمل دون توقف، وعندما تنهار ستكون الأرواح في خطر. النائبة رولا الطبش أكدت لليوم السابع أن هناك تمديدا لمهل الدفع لغاية نهاية السنة. ما بحق لأي مصرف اليوم أي طالب أو القاضي أي شخص متخلف عن دفع أي قسط، هيدا تمدد لآخر السنة. كذلك كل أنواع الضرائب والرسوم ورسوم الضمان كذلك مدة مهلة تسديدها لآخر السنة.
وكل الإعفاءات الضرائبية، الغرامات عن الضرائب اللي كانت مقرة بموازنة 2020 كذلك مددت لآخر أسبوع. هذا هو مضمون القانون اللي أقرناه بمجلس النواب من يومين. التعميم 158 تناوله كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، مشيرا لليوم السابع إلى أن على المودع أن يوقع على رفع السرية المصرفية. المصارف ملتزمة بتطبيق تعميم 158 بالكامل، في مصارف أنهت التحضيرات اللوجستية ومصارف عم تنهيها. التحضيرات اللوجستية تتطلب عمل شاق ومتطور، ولذلك يعني ممكن إذا ما بدأ التطبيق بأول تموز أكيد من خلال تموز رح يتم تطبيقه من قبل جميع المصارف، والقطاع المصرفي ملتزم بتطبيق تعميم 158 واضحة بنوده. إذا المودع بيحب، وهذا خيار عند المودع، أن يستفيد من تطبيق 158 أو أن يبقى يستفيد من تطبيق 151 اللي بيسمح بالسحوبات ودائع الدولار على سعر صرف 3900. تربويا، ركزت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل على عدم جهوزية الطلاب للامتحانات الرسمية، مشيرة في حديث لليوم السابع إلى أن الوضع صعب جدا للعام المقبل، وطالبت المدارس بمراعاة أوضاع الأهل. عارفين كتير منيح أنه في نسبة كبيرة من التلاميذ منهم جاهزين لإجراء البروفي. هلا نحن فينا نوصل صرختنا، بس بالنهاية نحن مننا أصحاب القرار. يعني أنا ما عندي فكرة إذا الوزير، ما بعتقد ممكن يعني لما بده يلغي امتحانات ليه بده يترك أصلاً العام الدراسي انتهى والبروجي بلان بكل المدارس صارت معمولة. يعني هو إذا بده ينهي بعتقد التلاميذ صار عندهم علامات بمدارسهم. لا، ما الكل كانوا جاهزين، وكان في صرخة كبيرة من الأساتذة اللي هن شافوا نتائج تلاميذهم كتير فارقة خاصة بالرسمة، وقسم من المدارس الخاصة لم تكن بالنسبة إلى العام الدراسي جاهزين لولاد. معيشيا، طوابير الظل مستمرة أمام المحطات في ظل شح المحروقات على الرغم من رفع أسعارها، وختمت شعبة المعلومات بالشمع الأحمر مستودعا في برقايل يستخدم لتخزين المازوت المدعوم لبيعه في السوق السوداء. نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان دعت المعنيين وبخاصة وزارة الطاقة إلى تأمين مادة المازوت للأفران كافة وعلى السعر الرسمي من أجل استمرار العمل وتأمين مادة الخبز لجميع المواطنين. دهمت دورية من مديرية المخابرات في أكثر من منطقة من بينها سن الفيل الدكوين وعكار عددا من المنازل والأمكنة، وأوقفت عصابة خطف وسرقة سيارات تنشط في منطقة جبل لبنان مؤلفة من 6 أشخاص نفذوا سابقا عملية خطف أحد القاصرين لقاء فدية مالية، كما قاموا بعدة عمليات سرقة سيارات بالإضافة إلى حيازتهم المخدرات، وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. نفت طهران اتهامات أمريكية بصلتها بهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، ونددت بالضربات الجوية الأمريكية على مسلحين تدعمهم إيران هناك. وزارة الكهرباء العراقية أعلنت استهداف خطين ناقلين للكهرباء وخمسة أبراج للطاقة في محافظتين نينوى وكركوك شمال البلاد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم مكافأة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوسي القيادي البارز في تنظيم القاعدة ويتلقى الأوامر من قيادة التنظيم في إيران. أفادت وسائل إعلام إيرانية أن محطة بوشهر النووية عادت إلى العمل بعد انتهاء الإصلاحات فيها، وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أعلنت توقف المحطة الوحيدة للطاقة النووية والواقعة في جنوب البلاد بسبب عطل تقني لم تحدد طبيعته. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه تم رصد دلتا في 98 دولة على الأقل، لافتا إلى أن دول العالم ليست بمأمن من الوباء بعد بغض النظر عن مستوى التطعيم الذي تحظى به الدول. وأوضح أن هناك طريقتين للحد من انتشار دلتا، الأولى الالتزام بقواعد العزل والتباعد وارتداء الكمامة، والثانية المشاركات العادلة لمعدات الحماية والأكسجين واللقاحات بين كل دول العالم.
تسببت الأمطار الغزيرة بانزلاق تربة في اليابان ما أدى إلى فقدان 19 شخصا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وترتفع الحرارة بشكل طفيف في المناطق الساحلية. إذن كان في هذه النشرة: تحقيقات المرفأ وضعت في مسار جديد، والنقيب جريج يقول إن قرار القاضي بيطار يشكل أول دفعة معنوية. من مصلحة القضاء بالدرجة الأولى أن ينتج التحقيق تطورا نوعيا من قبيل الادعاء على مسؤولي الصف الأول. لا حركة واعدة في الملف الحكومي، والتيار الوطني الحر يكرر دعوته للرئيس المكلف بالعودة إلى لبنان. القطاع الصحي بين متحور دلتا وانقطاع التيار الكهربائي، استهداف خطين ناقلين للكهرباء وخمسة أبراج للطاقة في العراق. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة.